المؤمن إذا أفطر من رمضان مع حزنه على ذهاب رمضان يفرح، وهذا أمر ينبغي التنبه له يا إخوة. لا الحزن على ذهاب رمضان يمنع الفرح بأن صام وأكمل الصيام ودخل في العيد، ولا الفرح يمنع الحزن على ذهاب شهر البركة. لأن بعض الناس يمنع أن يتكلم الإنسان عن وداع رمضان والحزن على ذهاب رمضان بحجة أن الوقت وقت فرح، وبعض الناس يقول كيف نفرح وكيف نعيد وقد ذهب شهر رمضان. لا، نعم تحزن لذهاب موسم من مواسم الخيرات والنفحات، ولكنك تفرح أن كنت من أهله وأن صمت فيه وأن قمت فيه وأن أتم الله لك الشهر وأن أدخل عليك العيد. للأسف الشديد بعض المسلمين هداني الله وإياهم صار شعار رمضان وشعار العيد عندهم الغناء، فيرددون أغاني حتى عند وداع رمضان، ويرددون أغاني عند دخول العيد، وكثير منهم قد هجروا هذا الشعار الشرعي العظيم. فأظهروا هذا الشعار، كبروا وأظهروا التكبير وتقربوا إلى الله بهذا. لا تستحي من أن تفعل خيرا، الذي يفعل المنكر هو الذي يستحي. لا تستحي أن تكبر وأنت في الشارع، لا تستحي أن تكبر وأنت في مجامع الناس، أنت تكبر الله، أنت ترفع شعيرة من شعائر الدين. الذي يفعل المنكر أو يخالف شرع الله هو الذي يستحي.